احنا ما اكتفيناش بالقاهرة، احنا شغالين في كل مصر، كل حتة في مصر بيتعمل فيها محاور طرق. احنا بنبني بلد، ومش فقط طرق، احنا بنتكلم على وسائل نقل جماعي. احنا على مشارف الكوب 27 او الكوب مؤتمر المناخ، وكل العالم بيقول التوجه لوسائل النقل العامة الخضراء والحديثة، وبالتالي مصر مش اقل من اي دولة بنستثمر حجم كبير جدا في انشاء شبكة حضرية تخدمنا لـ30 سنة قدام. مرة اخرى احنا مش بنتكلم بمسكنات، احنا لازم نحل للاجيال المستقبلية. كان شكل مؤشرات مصر وترتيبها ايه ضمن الدول في موضوع البنية الأساسية وشبكة الطرق. انا هقف بس لغاية 2014. حضرتكم في اللون الأزرق ده كان ترتيبنا في البنية التحتية، كنا 125 ده ترتيبنا، وفي الطرق كنا 118. النهاردة احنا 52 في البنية التحتية و28 في شبكة الطرق. الكلام ده مهم جدا عشان نعرف حجم الجهد اللي اتعمل، عشان نقدر مرة أخرى نضع مصر في مصاف الدول اللي احنا نستاهل نبقى ما بينها، وما زال الطريق مهم. كانت مشكلة تحدي الإسكان والتنمية العمرانية، ويمكن حجم كل اللي اتعمل من مدن جديدة لغاية 2015 كان 24 تجمع عمراني. وأنا يمكن بعد إذن حضرتك فخامة الرئيس أنا بطلب من يعني دولة الرئيس الدكتور حنفي جبالي ترجع لمطبطة مجلس الشعب في 77-78. في الوقت ده وقف وزير الإسكان في هذا الوقت حسب الله الكفراوي في الوقت ده في أواخر السبعينات، وهو بيدافع عن فكرة إنشاء مدن السادات والعاشر من رمضان وستة أكتوبر والشيخ زايد والشروق والعبور وبرج العرب، وفي وقت إن كان كل الناس بيقولوا له هو ده وقته، هو إيه لازمة إن إحنا نعمل هذه المدن، صلح بس اللي موجود ومفيش داعي الإنفاق في هذه المدن. وقف ساعتها يدافع إن مستقبل مصر إن مستحيل نفضل قاعدين على رقعة ضيقة، وإن العمران القائم بقى خلاص صعب بل مستحيل إصلاحه، وإن الأفضل إن ندي الفرصة للأجيال المستقبلية إنها تقعد في مدن نظيفة ومتخططة صح.